أظن إني سمعت صوت صفير. أيوة أنا الشخص اللي صفر هو عتعيش في دور ضرير. يا نهار اسود ده أنت الخالق الناطق شكلي أنا. أنت مين يا عم أنت؟ أنا الضمير. اللي نقص عشتك لو في سكة شمال مشيت كتير، واللي بيستريح لو شافك رايح لسكة خير. نفض لنفسك معرفكش، ده كلام معناه خطير. نسيني وبتحاول تموتني بطرق كتير. كمان عايش في دور الفيلسوف وأنت حمار كبير. بتحنس الجعان يا دنيا العبان، يا نداخ اللي بان وتساوم في الفقير. عم الضمير. نعم. اشوف وشك بخير، خلصت منه. من مين يا روح امه؟ لسه عايش؟ ايوه. ليه؟ عشان اشرب لاتيه واقول لك حكمة ربك في اني لسه عايش هي ايه. اسمع، حكمة ربك هي ايه؟ من رحمة ربنا ان الضمير ما بيتقتلش، عشان يفضل باب التوبة مفتوح ما بيتقفلش. وزيرنا صعب، بس جوائزها هتوفر لأكتر من 5000 عريس وعروسة كل الأجهزة الكهربائية اللي انتوا محتاجينها. ركزوا معايا، أصفر وجربان يقرم اللي راكب عجلة وهو عجران. يبقى إيه يا عريس؟ الكلب البلدي. صح، كسبت معانا تلاجة وبوتاجاز. شرفتني يا سمير يا ابن أختي. عشان خاطر عيونك يا ست البيت يا شقيانة يا أصيلة، أنا وفرت 1000 شغالة. كل ده كام؟ بأسعار رمزية. وابقى خلي أي بنت فيهم تحاول تهرب. رحمة أمي لعبطها. 2000 رحلة عمرة. برست كلاس. هدية مني لأهل حتتي. وعلى راسهم إبراهيم الفواز. الله أكبر. لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك. الناس غلابة تكسبهم بلقمة حلوة وكلمتين، بس ربك شايفك من جوه هتهرب منه فين؟ امشي غور مش حغور، حبني حيط حجر وسور. الغرور خلاك بتأذي زي مدمن للخمور. بتعمي نفسك على الحقيقة ودي بداية الفجور. أخد بالك يلا ودي بداية الفجور. هتسلم شيطانك يتحول حبيبة، حينيم ضميرك وتصيع فوق، ده مش مكانك. قوم صحح طريقك وصحصح ضميرك لا تضيع. هتسلم شيطانك يتحول حبيبة، حينيم ضميرك. ايه ده؟ انا لساني تقل كده ليه؟ انا حبيبي رشيت عليك من اول، اتخمت بقى. ايوه فكك من اللي بيشكك. هي ناقصة مواعظ يا ابني. خد دي واسمع يا جدع.